أولا أشكركم وأشكر مشاهدينا الكرام، وشرف بالحضور معكم. طبعا بالنسبة للنتائج الاستثنائية، العام الماضي كان عام مليء بالأحداث والمتغيرات العالمية، وخاصة كان في ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف واللي تم معالجتها خلال العام الماضي، واللي الحمد لله بهذه الجهود تم يعني تحقيق الأرباح اللي حققناها في هذا الربع مقارنة بالربع الماضي. والحمد لله هذه التدابير كانت تدابير مستدامة، وتدل على قدرة الشركة على استيعاب المتغيرات سواء في المواد الخام أو في عمليات الإنتاج عندنا. والملحوظ أنه كان في طلب متزايد على الإنتاج للمنتج المحلي للدجاج الطازج، وكان هو المساهم الأكبر في أداء الشركة في الربع الأول. ارتفعت نسبة المبيعات لشركة التنمية الزراعية بنسبة نعم 37%، وهذا كان له الدور الكبير. ولكن بشكل عام تم ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 42% مقارنة بالربع الأول، وكان الدور الأساسي لقطاع الدواجن وإنتاج الدواجن في المملكة. نعم سيد أحمد، عم لاحظ في ظل هذه القوائم المالية بالنسبة للشركة هناك ارتفاع في تكاليف المبيعات بنسبة بتتجاوز 34%. اليوم في ظل معدلات التضخم المرتفعة، إلى أي مدى أثرت على تكاليف الإنتاج على الشركة في ظل هذه المعطيات التي نشهدها، بالإضافة أيضا لارتفاع معدلات الفائدة والضغوطات اللي عم نشهدها؟ بخصوص الارتفاع في التكاليف، هذا نسبة وتناسب بالنسبة لزيادة الإنتاج. إحنا عندنا ارتفع الإنتاج بنسبة 19%، فبالتالي بطبيعة الحال حترتفع التكاليف، ولكن أيضا في ظل وجود دعم كبير من الجهات الممولة المحلية، تم الاستقطاب لتمويل من خلال صندوق التنمية الزراعي مشكوراً، واللي ساهم في قدرتنا على أن احنا نتجاوز الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة وبقروض ميسرة من خلال الدولة مشكورة. لديكم شركات تابعة بالتأكيد، نود أن نقف على الإسهام الأكبر، من أين جاء وموقفكم المالي الحالي في ظل هذه الأرباح؟ احنا حقيقة زي ما ذكرت لكم، شركة التنمية الزراعية تمثل 84% من كامل إيرادات الشركة، وتتبعها شركة تلال الصحراء للخدمات البيطرية، وأيضا شركة العلامة التجارية للوجبات السريعة، واللي زادت عدد فروعها من أصل 20 فرع إلى 26 فرع خلال الربع الأول. وكلها كانت مؤشرات تساهم في تعجيل عجلة النمو عندنا في الشركة، بل تم الإعلان وتم تدشين خطة التنمية ل 2030، وتم موافقة مجلس الإدارة أيضا بالبدء بالمرحلة الثانية من خطة 2025. فإحنا الآن نشهد نمو كبير، تحقيق إيرادات حيساعدنا أنه إحنا نضيف في قدرتنا الإنتاجية، بل أيضا تم الإعلان عن من خلال شراكتنا الاستراتيجية أو خلال شراكتنا مع شركة تايسون العالمية، تم الإعلان عن زيادة الطاقة الإنتاجية من 24 ألف مترك طن في السنة إلى 100 ألف مترك طن في السنة. وهذه يعني من الأعمال اللي احنا داخلين في التوسع فيها، وكل هذا يسهم في تحقيق أهداف الشركة. مؤخرا تم طرح هذه على منتج المدة، متى يمكن تحقيق هذا المستهدف سيد أحمد؟ احنا واضعين الخطة طبعا بالتدريج، حتكون في عندنا مستهدفات ل 2025 وعندنا مستهدفات الى 2030، والعمل جاري على قدم وساق. طبعا احنا موجودين على ارض الواقع، واحنا من اكبر الشركات اللي تقوم بعملية التصنيع الأغذية، فبالتالي عملية التوسعة جاري العمل عليها إلى حلول 2030 من خلال فتح مصانع جديدة، وأيضا إنتاج أو ابتكارات جديدة. إحنا في خلال الربع هذا تم طرح منتج جديد لأول مرة في الشرق الأوسط، وهو منتج دجاج تغذية نباتية معزز بأوميجا 3
وهذا منتج يعني ابتكار مميز. يعني حصتكم السوقية في هذا المنتج كم ستكون في المملكة العربية السعودية تقريبا؟ احنا المنتج هو سعره اعلى قليلا من السعر المنتج الموجود على الرف، فحيساهم في زيادة الحصة السوقية لأنه زادت مساحتنا أيضا على الرف داخل السوبر ماركت. نعم. وهذا بطبيعة الحال راح يكون له أثر كبير، وجاري التسويق بشكل كبير على هذا المنتج. نعم. اللي حيخدم أيضا الصحة وجودة الحياة للمستهلكين أيضا. سيد أحمد، يعني هل ثم التوجهات لحدوث أي توسعات استراتيجية؟ ما هي استراتيجيتكم في المرحلة المقبلة؟ احنا استراتيجيتنا الله يسلمك معلن عنها، الهدف الأول فيها هو دعم جهود المملكة وتعزيز جهود تعزيز رؤية 2030 لتحقيق الأمن الغذائي، مستهدف 80% إنتاج محلي بحلول 2025. موازي لهذا الحراك هو أيضا التحرك الاعداد للدخول للاسواق الحلال العالميه من خلال زياده الانتاج وتلبيه الاحتياج المحلي. راح يكون في عندنا منتج سعودي حلال صنع في السعوديه جاهز للتصدير للاسواق العالميه ودخولنا في اسواق الحلال، مع الحفاظ على الممارسات المؤسسيه والممارسات المسؤوله اللي الشركه تعمل فيها، والاعتناء باعمالنا والحفاظ على البيئة وتوسع أعمالنا في عملية إدارة المخلفات من خلال الإنتاج.